أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها للحديث عن الموقف الأمريكي تجاه استمرار دعم إيران لميليشيا الحوثي بالأسلحة. قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن واشنطن تقف ضد توريد الأسلحة من إيران للتنظيمات الإرهابية في اليمن. أوضح ماتيس أنهم يقفون في وجه إيران التي تدعم ميليشيات الحوثي وتزودها بالسلاح في مخالفة للقوانين الدولية. إلى ذلك قال مسؤولون أمريكيون إن البحرية الأمريكية ضبطت شحنة أسلحة يشتبه أن تكون دعما إيرانيا لميليشيا الحوثي. أوضح نائب الأميرال الأمريكي سكوت ستيرني قائد القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط إن المسؤولين الأمريكيين أجروا فحصا أوليا للأسلحة وينتظرون تحديد كيفية التعامل معها. نتوقف عند هذا الحدث لنناقشه في محورين: ما طبيعة الاستراتيجية الأمريكية تجاه التسليح الإيراني للحوثيين؟ وهل ستنجح المواقف الرافضة للتدخلات الإيرانية في المنطقة في خفض نشاط طهران باليمن؟ نشاهد هذا التقرير ثم نبدأ النقاش مع ضيوفنا. حدود منزوعة السلاح وجيش بلا أسلحة نوعية في اليمن، وصفة لإنهاء الحرب عرضها وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس في كلمة ألقاها أمام منتدى حوار البنامة في دورته 14، في الوقت الذي كشف فيه النقاب عن شحنة أسلحة جديدة ضبطتها البحرية الأمريكية وهي في طريقها إلى الحوثيين. ماتيس عبر عن اعتقاده بأنه يمكن المضي قدما نحو إنجاز الحل في اليمن، وبأن الحوثيين لن يجدوا وقتا أفضل للتعامل مع هذه المقترحات. هذه المقترحات تعيد إلى الأذهان الأولوية الأمنية الأمريكية السعودية في مقاربة ملف الحرب في اليمن على نحو يضع تحالف الرياض أبوظبي بعيدا عن الأهداف المعلنة، وبالأخص ما يتعلق منها بدحر الانقلاب وإعادة الشرعية الحالية إلى ممارسة مهامها الدستورية في كامل الجغرافيا اليمنية. وفي سياق متصل شدد وزير الدفاع الأمريكي خلال حديثه في حوار المنامة على أن واشنطن ستقف في وجه إيران التي تدعم ميليشيا الحوثي وتزودها بالسلاح في مخالفة للقوانين الدولية. وأكد ماتيس أن إيران تهدد الأمن العالمي وتسعى للهيمنة خارج حدودها وتتدخل في شؤون الدول المجاورة، وعليها التوقف عن التدخل في شؤون الآخرين إذا ما أرادت العودة إلى النظام العالمي. وتزامنت تصريحات وزير الدفاع الأمريكي مع أنباء نشرتها صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية كشفت فيها عن أحدث شحنة أسلحة ضبطتها البحرية الأمريكية كانت متجهة إلى الحوثيين، وعلى نحو يعيد إلى الواجهة الاهتمام العالمي بالتدخلات السيئة لإيران في الحرب اليمنية. على بعد 70 ميلا من السواحل اليمنية وفي خليج عدن على وجه التحديد، رصدت البحرية الأمريكية بتقنيات التصوير المتطورة قريبين صغيرين ينقلان من سفينة شحنات من الأسلحة في البحر ليلا. وفي صباح اليوم التالي أرسلت المدمرة جاسون دونهام التابعة للبحرية الأمريكية أفرادا اكتشفوا أن المركبين لم يرفع علمهما ما حملهم على الاعتقاد بأنهما بلا جنسية. وبحسب الرواية التي أوردتها صحيفة الواشنطن بوست، صعد الجنود الأمريكيون على متن القاربين المجهولين وصادروا الأسلحة التي كانت تتكون من نحو 2500 رشاش كلاشينكوف تعرف عليها خبراء تابعون للأمم المتحدة، وسط تأكيدات من مسؤولين أمريكيين بأن مصدر هذه الأسلحة الصومال، حيث يعتقد أن تكون مصنوعة بدعم إيراني. مجددا الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن تنضم إلينا من الإمارات نائبة المتحدث الإقليمي في وزارة الخارجية الأمريكية إريكا تشوسانو. أهلا بك سيدة تشوسانو. إذن تصريحات لوزير الدفاع ماتيس بشأن وقوف واشنطن ضد دعم إيران للحوثيين بالسلاح، إلى أي مدى هذا التصريح يعكس موقف الإدارة الأمريكية حاليا؟ نعم، شكرا جزيلا للاستضافة. وطبعا يعني كما قال الوزير ماتيس، الولايات المتحدة تتخذ موقف حاسم ضد نشاطات إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، بما في ذلك يعني السجل الطويل في إيران في تزويد الأسلحة المتقدمة للهوثيين في اليمن. فطبعا نحن ضد هذه النشاطات. إيران هي تغذي الصراع في اليمن وتغذي
تغذي الحرب. فالولايات المتحدة تتخذ إجراءات حاسمة لمحاسبة إيران لذلك. على سبيل المثال فرضنا عقوبات على عدة مسؤولين إيرانيين اللي يعني كانوا متورطين في تزويد التكنولوجيا الباليستية للهوثيين في اليمن. وبالإضافة إلى ذلك نحن نقوم بحملة دبلوماسية عالمية لزيادة الضغط الاقتصادي على إيران لوقف هذه النشاطات. طيب فيما يتعلق بمسألة العقوبات، هل فقط العقوبات متعلقة بالبرنامج النووي الإيراني واختلاف موقف الإدارة الأمريكية الحالية عن السابقة فيما يتعلق بهذا البرنامج، أم أن هناك أيضا عقوبات تختص بدعم إيران لميليشيات الحوثي المنقلبة على الشرعية في اليمن؟ نعم يعني شكرا لهذا السؤال. طبعا يعني لدينا استراتيجية متكاملة لمواجهة النطاق الكامل من نشاطات إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة. فكما أشرت يعني هناك عقوبات بسبب البرنامج النووي، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، فرضنا عقوبات على إيران في أغسطس وسنفرض الجزء الثاني للعقوبات النووية على إيران في بداية نوفمبر وسنستهدف قطاع النفط. في نفس الوقت هذه الإدارة هي كمان تركز على يعني منع إيران من القيام بنشاطات التي يعني تتدخل في الشؤون الداخلية في الدول المجاورة. فلذلك نفرض عقوبات على إيران مثلا لدعمها للهوثيين في اليمن، نفرض عقوبات على إيران لدعمها للميليشيات أخرى في المنطقة. نعرف أن إيران هي الدعم الأكبر للإرهاب في المنطقة وفي العالم، فلذلك الولايات المتحدة تفرض عقوبات قوية على الحرس الثوري الإيراني وعدة كيانات وأفراد في الحكومة الإيرانية التي تدعم الإرهاب. فلذلك يعني العقوبات الأمريكية هي ليست على يعني الملف النووي فقط، نحن ننظر إلى إيران من استراتيجية متكاملة للحد من قدرات النظام الإيراني للقيام بهذه النشاطات التي تسبب الصراعات والأزمات في المنطقة. طيب هل من خطوات فيما يتعلق بتحديد أسماء شخصيات إيرانية تورطت في دعم ميليشيات الحوثي وزعزعت أمن واستقرار المنطقة في اليمن تحديدا؟ نعم يعني أعتقد أنه خلال هذه السنة الولايات المتحدة أعلنت عن إدراج 5 إيرانيين بسبب دورهم في تزويد الأسلحة المتقدمة والتكنولوجيا الباليستية للهوثيين في اليمن. في نفس الوقت لا نقف على ذلك، يعني نحن نقوم بحملة دبلوماسية واسعة في العالم لمنع إيران من مصادر تمويل هذه النشاطات المزعزعة للاستقرار. مثلا نشتغل في الأمم المتحدة في مجلس الأمن لمحاسبة إيران لمخالفة عدة قرارات الأمم المتحدة. أيضا نقوم بمشاورات مكثفة مع الأوروبيين تجاه يعني بالنسبة لزيادة الضغط الاقتصادي على النظام الإيراني. وما نريده من إيران هو تغيير تصرفات النظام الإيراني واحترام القانون الدولي ووقف يعني مثلا وقف دعمها العسكري للهوثيين ووقف يعني نشاطاتها التي تسبب الأزمات في المنطقة. طيب هذا يعني نحن الآن نتحدث على العقوبات من جانب واحد، فيما يعني أقصد العقوبات لجهة واحدة تتعلق ب الفاعلين من جهة إيران، لكن ماذا يعني إذا ما تحدثنا عن المتورطين في هذه المسألة من جهة ميليشيات الحوثي، هل تسعى الإدارة الأمريكية لفرض عقوبات على المتورطين بعمليات نقل الأسلحة من الطرف اليمني؟ نتحدث فيما يتعلق بميليشيات الحوثي هنا تحديدا. نعم يعني شكرا لهذا السؤال. في هذا الوقت يعني نحن طبعا نريد الوقف هذا يعني تزويد الأسلحة المتقدمة للهوثيين في اليمن من خلال
الضغط يعني على إيران، وأيضا من خلال يعني جهودنا في الأمم المتحدة. نشتغل الآن أيضا على تمكين قدرات حلفائنا وأصدقائنا في المنطقة للدفاع عن الهجمات المستمرة من الحوثيين في اليمن. نعرف أن الحوثيين هم يستخدموا أسلحة متقدمة للقيام بهجمات يعني على يعني دول المنطقة، وهم أيضا يعني طبعا على الشعب في اليمن. فلذلك يعني الولايات المتحدة تستخدم عدة طرق لتخفيف التوتر في اليمن. ونقطة مهمة جدا، يعني قال الوزير ماتس خلال خطابه أن الولايات المتحدة تدعو إلى إنهاء القتال في اليمن، وأيضا تحفيز العملية السياسية والتسوية السياسية حتى يكون مجال لإنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن وتحقيق السلام للشعب اليمني. أشكرك نائبة المتحدث الإقليمي في وزارة الخارجية الأمريكية أريكا تشوسانو، كنت معنا عبر الهاتف من الإمارات ومن دبي تحديدا. بالعودة، أرحب بمن ينضم إلينا الآن مشاهدنا الكرام من مأرب، الباحث في الشأن الخليجي والسياسة الإيرانية أيضا، الباحث عدنان هاشم. أهلا بك سيد عدنان، سمعت ما طرحته أريكا تشوسانو نائبة المتحدث الإقليمي في وزارة الخارجية الأمريكية. كانت هناك تصريحات لجيمس ماتس وزير الدفاع اليوم، وكذا الحديث عن ضبط أسلحة يشتبه أنها مرسلة إيرانيا إلى ميليشيات الحوثي. إلى أي مدى يمكن الحديث على أن أمريكا جادة فيما يتعلق بإيقاف تزويد ميليشيات الحوثي بالأسلحة وفرض عقوبات حقيقية وفاعلة على كل من الإيرانيين وكذلك ميليشيات الحوثي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالتالي وان تعليقا على ما ذكرت الولايات المتحده الخارجيه الامريكيه، اعتقد بان الولايات المتحده تنظر الى اليمن من منظور رئيسيين حسب ما تحدثت بها. المنظور الاول هو امكانيه تقليم اظافر ايران في اليمن بمنع او ارغام ايران على صفقات اخرى متعلقه بالاسلحه والصواريخ البالستيه بعيده المدى، وايضا بالصواريخ النوويه الايرانيه. الموضوع الثاني، الجزء الثاني من حديثها كان يتحدث حول دعم الخلفاء الديني بالسلاح من اجل وقف صواريخ الحوثيين والطرفانات الحوثيين والسلاح في الجو بإيران. بمعنى بان الموضوع لا يتعلق بشان داخل اليمن، يوجد علاقه في موضوع اقليمي اكبر يتعلق بايران والسعوديه والامارات وحمايتهم من هجمات الحوثيين، وايضا الضغط على ايران في المسائل الاقليميه اكبر. وهذا هو ايضا فرض حديث جيمس ماتس المتحدث بانه يجب على ايران وقف دعم الجماعات الارهابيه. اعتقد بان ان المنطقه لا يتعلق فقط بمساله نزع السلاح من ايران او مواجهه ايران او الحد من طموحات ايران، اما المنطقه يتعلق باستقرار هذه المنطقه داخل شبه الجزيره العربيه، وايضا له علاقه بمواجهه الحوثيين وايضا وضعهم في اطار ضيق تسليم السلاح التحول الى حزب سياسي او المواجهه الحقيقيه بظروف دوليه يعني الدفعه الدوليه. الواضح ان المجتمع الدولي لا يتجه ابدا الى مواجهه الحوثيين او عمليه عزلهم بقدر ما هو يذهب باتجاه الاعتراف بهم عالميا ومحاوله وفق ما يمر له الاساس الغربي، محاوله جذبهم بعيدا عن ايران. باعتقادي بان الخطوات القادمه حتى المرحله ذات مسار الولايات المتحده الامريكيه من العاجل ان يكون هناك حوار وسلام في اليمن وان يخرج صفقه معينة تلك الجماعات الحوثيين، وما يعني أن الحركة يتم تأجيلها لتعود مرة أخرى. نعم، طيب، يعني الحديث عن احتمالية أن تكون هناك أسلحة وصلت لميليشيات أو كانت مرسلة لميليشيات الحوثي من قبل إيران وتم إيقافها في البحر من قبل البحرية الأمريكية، الأرقام تتحدث عن أو الواشنطن بوست تحدثت عن 2500 كلاشينكوف كان في هذه السفينة. هل تستمر يعني من خلال عمليات رصدك أستاذ عدنان، هل ميليشيات الحوثي مستمرة في استقبال الأسلحة من إيران؟ هل يقتصر الأمر على الأسلحة يعني المشابهة للكلاشينكوف، أم أن هناك مستوى آخر
من أو أنواع أخرى من الأسلحة التي تصل إليه من قبل إيران؟ نتكلم عن كوفية السلاح الوحيد. الفكرة من كوفية كان أي تعديل سلاح نجد بعملية تهريب ونجدها اليمن. عمليات السلاح العادية والمتوسطة إن كان أي جهة نقل أو تجار بيع السلاح الموجودين داخل اليمن أو خارج اليمن بإمكانية نقله إلى داخل البلاد. يفتح الفرن على إيران تكون نقل هذا النوع من الأسلحة. إيران تنقل أسلحة كبيرة، أسلحة نوعية مؤثرة في عملية المعركة، أجزاء من الصواريخ البالستية التي يتم نقلها، أيضا تكنولوجيا السلاح الذي يتم توريده إلى اليمن محاولة تسجيل قطع الغيار، وأيضا الخبرة الكافية من الخارج من عملية تدميرها وإعادة صناعتها داخل البلاد. إيران أسلحة كلاشينكوف ربما هذه الأسلحة التي يتم السيطرة عليها لا تكون إيرانية، تكون من تجار سلاح يتعاون مع جماعة الحوثي. خلال الفترة الماضية تم الحديث في البرازيل عن شحنات أسلحة كانت متوجهة إلى اليمن وخضعت أيضا الشركة التي كانت تستخدم في المحاكمة. من جنوب أفريقيا، من شرق أفريقيا، من عدة دول بإمكانها أن تهرب الأسلحة إلى الحوثيين. المطلوب من الجهود الدولية ليس أيضا مراجعة السلاح فقط، هو المعني أيضا بعملية الاستقرار، لأن الاستقرار في المحافظات المحررة مؤثر بشكل كبير بكثرة عملية نزاع السلاح من الحوثيين. حزب الله جديد في على حدود السعودية، في نفس الوقت نسمع بإنشاء حزب الله جديد في جنوب اليمن بدعم الإمارات العربية المتحدة والإيران. التدخل الخارجي ليس حصانا أيضا على إيران، هناك تدخل خارجي إماراتي، تدخل أيضا سعودي، هذا التدخل هو يهدد استقرار البلاد، وأيضا لا يواجه الحكم بقدر ما يعطيهم انتعاشة حقيقية لتدمير البلاد وأيضا خلق حال عدم استقرار قرب هذا المنجر. لكن المجتمع الدولي جادا في عملية في مواجهة الهجوم أيضا من أجل حوار على موضوع المنجر، على أن يوجه خلفائه من أجل استقرار المحافظات المحررة. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ عدنان. أرحب بمن ينضم إلينا الآن من إسطنبول المحلل السياسي أستاذ نبيل البوكيري. أهلا بك أستاذ نبيل. فيما يتعلق بقراءتك لتصريح وزير الدفاع الأمريكي الذي جيمس ماتس حول أن واشنطن تقف ضد توريد الأسلحة من إيران للتنظيمات الإرهابية في اليمن، مع تزامن هذه التصريحات مع ضبط شحنة من الأسلحة كانت متجهة لميليشيا الحوثي يعتقد أن مصدرها إيراني. باعتقادي تصريح وزير الدفاع الأمريكي ماتيس في هذه الأثناء هو أيضا يقع في سياق الإحماء الأمريكي الإيراني إعلاميا فحسب، لكن من حيث الكواليس المشهد أنا باعتقادي الأمريكان لهم مشكلة مع جماعة الحوثي، كما جماعة الحوثي أيضا ليس عندها مشكلة مع الأمريكان، باستثناء البروباغندا الإعلامية التي يرفعونها بين فترة وأخرى. وبالتالي مثل هذه التصريح الأمريكي أنا باعتقادي أيضا هو يأتي في إطار ابتزاز المجتمع الخليجي فيما يتعلق بالعداء مع كل الميليشيات التي تتبع إيران أو التي تشتغل تحت المشروع الإيراني. لن يكون منها شيء باعتقادي سوى هذا الاستثمار الإعلامي والبروباغندا الإعلامية التي يريد الأمريكان استغلالها للحصول مزيد عن المزيد من الدعم الخليجي في هذا السياق. أما غير ذلك أنا باعتقادي ليس هناك أي إشكالية بين الأمريكان وجماعة الحوثي ولا جماعة الحوثي مع الأمريكان في هذه المرحلة. طيب هل مسألة استلام أو تدفق الأسلحة لميليشيات الحوثي الاستشارات أيضا يؤثر على مستوى تحقيق عملية السلام في اليمن من جميع النواحي؟ لا شك أنه تدفق الأسلحة هو عامل إشكال في الحالة اليمنية، وجماعة الحوثي أيضا ليست المرة الأولى التي تستلم فيها أو تصلها شحنات أسلحة من قبل الأمريكي من قبل الإيرانيين. أنا باعتقادي هذه مسألة قديمة، وتطور الأمر إلى وجود خبراء إيرانيين وإلى وجود معامل لصناعة الذخيرة في عدد من المناطق في صعدة وفي صنعاء. وبالتالي بالنسبة لمسألة السلاح هي من أهم العوائق التي تعمل على استدامة الصراع والحرب في اليمن، وليس هناك أيضا جدية من قبل المجتمع الدولي للخروج من هذا المأزق أيضا، لأن المجتمع الدولي أيضا وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية حلفائها
ينظرون إلى اليمن كأنها بؤرة حرب، ويجب أن تظل بؤرة حرب ليظلوا يوردون الأسلحة إلى اليمن ويبيعون الأسلحة إلى دول الخليج واستمرار المعركة. وبالتالي نجد هذا الارتداد في مثل هذا التوجه من خلال التعاطي الإعلامي والتعاطي السياسي مع الحرب في اليمن على امتداد الأربع سنوات الماضية. نعم، طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ نبيل. أعود إلى ضيف الآخر عدنان هاشم من مأرب. سيد عدنان، ما هي حدود يعني أو سقف ما يمكن أن يتوقع من الجانب الأمريكي في سياق مواجهة دعم إيران بالأسلحة لميليشيات الحوثي أو مواجهة ميليشيات الحوثي نفسها باعتبارها منقلبة على الشرعية في اليمن؟ بالتأكيد من الولايات المتحدة يمكن أن تواجه الحوثي من مواجهة حقيقية، يعني يتم فرض أي قوات على الجماعه ولا يمكن أن تكون في قوام الإرهاب. الولايات المتحدة لا تعتبر جماعة الحوثي طرف من ضمن الأطراف المتحاربة داخل البلاد، لكن بالنسبة لإيران بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية أن تضع ضغوطات على إيران وأن تضع قرارات عقوبات على إيران وأن تواجه إيران وأن تضغط في مجال اقتصادها لأنه انتهاك لإحدى الثلاث العقوبات على إيران التي تحظر عليها تصدير السلاح إلى أي منطقة في العالم. باعتقادي بأن السياسة في الجزيرة العربية مرتبطة من قضية السياسة خاتمة. كانت القادمة في تحولات المسألة هي ما تتصدر على حرب اليمن وأيضا في مصر الصاع المصر الأمريكي وأيضا الضغوط في الكونجرس الأمريكي ضد السعودية والإمارات أو إدارة ترامب من أجل اتخاذ موقف أكبر في حرب اليمن باعتبارها تظهر الوجه ولي العهد وبنفس قضية الوحشية التي ظهرت فيها قضية خاتمية. خلال الفترة القادمة الولايات المتحدة الأمريكية تذهب باتجاه صنع سلام هش داخل البلاد. تحدث أيضا في مؤتمر المنامة تحدث وزير الدفاع الأمريكي بأنه يجب أن يتم الحديث حول تسوية سياسية في شهر نوفمبر. تحدث أيضا حول حدود منزوعة السلاح وأيضا لا حاجة للصواريخ بعيدة المدى. هذا الحديث الأمريكي يذهب باتجاه نزع السلاح الصواريخ الدولية باليمن لأن نيجيريا دولة ضعيفة هشة لا تملك أسلحة خلال مرحلة ما بعد الحرب أو ما بعد اتفاق السلام. هذا أعتقد بين السلام أنه أيضا توافق خليجي بالكامل حول هذه النقطة بأن يمنع تهيئة اليمن من تهدي دول الجوار، لكن هذا أيضا لا يمنع من نشوء حرب أهلية جديدة داخل البلاد بالأسلحة العادية غير الصواريخ البالستية بعيدة المدى. الباحث في الشأن الخليجي والسياسي نعم. إذا شكرا لك أستاذ عدنان هاشم الباحث في الشأن الخليجي والسياسة الإيرانية، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. بالعودة إليك عودة أخيرة أستاذ نبيل البكيري، يعني وقد أشرت إلى طبيعة الموقف الأمريكي تجاه السياسة الإيرانية وكذلك ميليشيات الحوثي في اليمن تحديدا. برأيك خلال الأيام القليلة القادمة هل سنشاهد نوعا من التسارع في سياق إحداث عملية سلام توقف الحرب في البلاد تضمن وجودا أكبر لميليشيات الحوثي، أم أن الأمر سيشهد على العكس تقدما وتسارعا في الصعيد العسكري؟ كل المؤشرات التي أمامنا حتى الآن لا توحي أن هناك إرادة دولية أو حتى نية دولية فيما يتعلق بإيقاف الحرب في اليمن والذهاب نحو السلام. كل ما هنالك هي مناورات واشتغال إعلامي كبير بين فينة وأخرى للحديث عن استئناف مفاوضات السلام في اليمن، لكن حقيقة الأمر على أرض الواقع ومن خلال مؤشرات المعطيات التي لدينا حتى هذه اللحظة ليس هناك جدية ولا نية مطلقا لا لدى المجتمع الدولي ولا لدى الأطراف اليمنية. كل ما هنالك أيضا هو استخدام الملف الحرب في اليمن واستخدام تداعيات الحرب في اليمن لتحقيق بعض الانتصارات السياسية هنا أو هناك وتوظيفها في سياق المعركة الكلية مع هذا الطرف أو ذاك، وبالتالي المجتمع الدولي غير قاد. الأطراف اليمنية أيضا مستلبة الإرادة وترتهن إلى قرارات خارجية وإقليمية. لم تعد الحرب في اليمن حرب يمنية حتى الآن بإرادة يمنية بقدر ما هي حرب إقليمية ودولية وبإرادة دولية وإقليمية. وبالتالي أنا باعتقادي أنه ما لم يطرأ جديد على المشهد السياسي في اليمن، ما لم يكن هناك إرادة يمنية حقيقية
وطرف يلتقط هذه المرحلة ويشتغل عليها من خلال إعادة تجميع الإرادة الوطنية وإدارتها وتوجيهها نحو إنهاء هذه الحرب من خلال استعادة الدولة ومضامين الدولة الحقيقية والقضاء على أو تجاوز الحالة الفصائلية والميليشوية الموجودة في المناطق المحررة أو حتى الحالة الميليشوية الموجودة في صنعاء العاصمة. أنا باعتقادي هذه الخطوات أو هذه الحلول التي تبدو شبه مستحيلة الآن، أنا باعتقادي لن يقف أمام مثل هذه الحلول سوى وجود إرادة حقيقية لدى تيار يمني وطني اليوم يستعيد زخم هذه اللحظة ويسعى لتقليل أكبر قدر ممكن من الخسائر التي منيمن بها. ولكني أيضا في نفس السياق أيضا أعتقد أن الانقلاب هو أكثر عقبة أمام إحلال السلام في اليمن وإنهاء الحرب، باعتبار أن الحالة الميليشوية الانقلابية تستند إلى خرافات لا يمكن بحال من الأحوال القبول بها أو لا يمكن بحال من الأحوال انتهاء هذه الخرافات ما لم تمنى بهزيمة عسكرية ساحقة. غير ذلك أنا باعتقادي ستطول الحرب وسيدفع اليمنيون تكاليفها باهظا. والإشكالية الكبيرة اليوم أيضا تكمن في وجود إرادة مضطربة ومرتبكة، هي الإرادة الشرعية التي وضعت كل بيضها في سلة القوى الخارجية والإقليمية. نبيل البكيري المحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا لك، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه سمان وتحيات الزميل عبد الرقيب الأبارة منتج الحلقة وجميع الأفراد في الطاقم الفني، إلى اللقاء.